الأمور، نفكركم باللي كان قاله السيد المستشار سيد بن داري رئيس لجنة الانضباط مع الأستاذ أحمد موسى. إن شاء الله خير. لو في مسؤول نادي أو مدير كورة أو مدرب أو خرج عن زي ما أقول كده الذوق العام أو الأخلاق أو الانضباط العام، بتتعاملوا معاه؟ بص يا أحمد بيه، أنت قصدك إيه؟ لا انا بتكلم بشكل عام. لا انا بتكلم بكل حاجه، انا بتكلم بشكل عام. طب لا يا باشا، اي عنصر من عناصر اللعبه بما فيها مجالس ادارات الانديه، بما فيها مجالس ادارات الانديه يا فندم، والمنظمين كله، يعني بص حضرتك، كل عناصر، كل من له تدخل الأندية وأعضاء مجالس إدارتها وكل عناصر اللعبة. كل عناصر اللعبة. ولعل الأستاذ أحمد موسى كان يستشرف الأحداث لدرجة أن يعني السيد المستشار سيد بن داري قال له عايز إيه يا أستاذ أحمد، يعني تقصد إيه يعني كل عناصر اللعبة بما فيه أعضاء مجلس الإدارة وأي عناصر أخرى. وإحنا بنقول هذا الكلام لأنه الحقيقة الكثير من الأمور حدثت في هذه المباراة، حتى وإحنا أستاذ إبراهيم بعد نهاية المباراة عايزين نسمع إيه اللي حصل، لماذا لم يصعد الزمالك لإستلام ميدالياته؟ ما حدش جاب سيرتها، استوديوهات التحليل أستاذ إبراهيم ما جابتش سيرتها، ما انزعجتش منها. يا حبيبي عملية دفن للأحداث. أنا مش فاهم هو في إيه؟ في إيه بالظبط؟ طب فهمونا إيه اللي حصل؟ إحنا ما نقولكش إيه الصح وإيه الغلط دلوقتي، إحنا كنا عايزين نعرف لماذا لم يصعد الفريق الذي لم يوفق لاستلام ميدالياته بس. لأن قبليها بأسبوع كان هناك نوع من الافتخار بالممر الشرفي اللي عمله البطل للوصيف. طب انت لما في نهاية الكاس في الكاس، طب انت لما تكون الوصيف بعدين يتقال لك يا استاذ ابراهيم اصل علشان الطفل اللي توفى ما حبيناش نحتفل، وحد بيحتفل بالهزيمه؟ انت ما كنتش طالع تحتفل، اصل دي مباراه سوبر، دي مباراه واحده ما فيهاش ثالث، حتى فيها اول. وانا حتى مش فاهم هو بيعملوا ميداليات للتاني ليه، ما هو ما فيش ثالث. يعني في الكاس في ترتيب من ضمن 132 فرقه ولا اكتر يمكن، فلما تطلع في الفاينل وتاخد الميداليات الفضيه في ترتيب بتميزك عن الاخرين، انما انت بتاخد الميداليه دي عشان تثبت انا كلاعب او اللي خدها ان انا شاركت في النهائي، مساله فعلا شخصيه مهمه، لكن ما هيش احتفاليه. لا يمكن واحد مباراة واحدة بتحدد مين الأول ومين الثاني ما فيهاش احتفال، فالقول بأن أنا ما كانش طالع عشان ما رضيتش احتفل ده طبعا لم يقنع أحد. مسألة بقى إيه العقوبات أنا ما أعرفهاش، يعني هو جت في ضمن العقوبات إن في 100,000 جنيه عشان عدم استلام الميداليات. نفس العقوبة أو 150 مش عارف 150 التي وقعت على بيراميد لأن في ثلاثة ما استلموش، يعني كل واحد فيهم ب50,000، الفرقة كلها ب150,000 ماشي، بس ده قرار، هما ما طلعوش يستلموا، ده مش تصرف شخصي، ده في قرار بعدم الصعود. يعني الراعي وأنا سألت في هذه النقطة وأعلم أن الراعي عندما سألت لا له حقوق لم يحصل عليها باستكمال مراسم التتويج، وأنه سيقوم ب يعني توقيع غرامة على المتسبب. الشركة بالتالي اللي عمل أبرمت الاتفاق مؤكد هتروح لاتحاد الكورة تقول له أنا مش هتحمل الغرامة دي، الاتحاد يتحملها ويجيبها لي. ايه هي الغرامه؟ هل هي بخلاف ال 150,000 ولا حاجه تانية بينص عليها العقد؟ انا ما اعرفش، لكن في كل الاحوال هو موقف كان يستحق التفسير والتوقف، اما التجاهل انا ما عجبنيش.
لانه الموقف مثل المفهوم الرياضي، المفهوم الرياضي في الصميم. احنا بنتكلم عن نوبل بالظبط. كان شيء مزعج جدا انه ما حدش اعلاميا تعرض للي حصل، حتى من باب التفسير، سيبك من الادانه، من باب التفسير الكل يا استاذ ابراهيم اندفع. انا معلش عشان كده بقول بعد ان انشغل الجميع بتحليل اسباب خساره الزمالك، وكان الاهلي وكان يعني المفاجاه ان الاهلي هو اللي كسب، وكان الاهلي احدث المفاجاه. صحيح، يعني واخد بالك يعني. لكن حقيقه للحق الزميل هاني حتحوت في صدى البلد كان الوحيد اللي حاول يفسر لماذا رفض الزمالك تسلم ميداليات المركز الثاني. نشوف. أولًا في حاجتين في المنصة. أولًا الزمالك رفض إن هو يستلم الميداليات، ليه رفض يستلم الميداليات لو أنت عايز تعرف السبب؟ السبب إنه حصل مشادة ما بين رئيس نادي الزمالك والمدير التنفيذي للنادي الأهلي. بتكلم على الأستاذ مرتضى منصور والعميد محمد مرجان، حصلت مشادة في المدرجات، بناءً عليها قرر رئيس نادي الزمالك إن لعيبتي مش هتستلم الميداليات الفضية وهنمشي. حاجة مرفوضة، حاجة مش حلوة، حاجة مش كويسة علشان المنظر. اولا الخناقه مش كويسه، لكن بعد كده كمان رد الفعل ان طب انا مش هطلع اخد ميداليات مش كويسه. حصلت في 2015 الاهلي برضو والزمالك، الاهلي الزمالك خد الكاس فالاهلي رفض بسبب وقتها ان خناقه ما بين رئيس الزمالك والكابتن علاء عبد الصادق، فقالوا ان الكابتن علاء عبد الصادق تعرض لهجوم فلعيبه الاهلي خدوا قرار ان احنا مش هنطلع. مش صح. عبروا عن اعتراضكم بشكل، كان ساعتها الكابتن علاء الصادق هو اللي خد الميداليات وسلمها للعيبه جوه، والنهارده لعيبه الزمالك ما تستلمش الميداليات. مش ده الصح، شكلنا مش حلو، احنا اهلي وزمالك، احنا اهم مباراه العالم كله بيتفرج عليها، او على الاقل يعني العرب بيحبوا يتفرجوا عليها غير المصريين والملايين بتوعنا. فمش حلو خالص ان يكون ده اسلوبنا في الاعتراض سواء من الاهلي او من الزمالك لما تكون خسران، مش حلوه خالص. اللقطه الثانيه بقى اللي ممكن تكون الناس اتساءلت عليها، يعني اتفق مع كل كلمه قالها الإعلامي البارع الحقيقة، يعني أحيانا بنختلف معاه، لكن هو الأكثر اجتهادا أن يقدم الإعلام بمهنية الأقرب إلى الحيدة والانضباط والموضوعية. صحيح، فأنا موافق على كل اللي قال. لا ينفع من الأهلي ولا ينفع من الزمالك ولا ينفع من بيراميد ولا ينفع من المحلة ولا ينفع من أي حد. الرياضة تمارس لغاية يا أستاذ إبراهيم، حبيناها عشان كده، حبينا الرياضة عشان هي بتصلح العيوب اللي فينا مش بتظهرها. أيوة. فأنا الحقيقة السياق كان مش من الموقف إن هو ما طلعش ليه، ده مسألة تخصه، لكن السياق من تجاهل للواقعة. فالإعلامي البارع الأستاذ هاني حتحوت وضح لنا السبب الحقيقي وكان صادقا. شوفوا يا جماعة، لأنه المسألة تتعلق بالرياضة، ويا اما نمارس الرياضه بقيمها واخلاقها وسلوكياتها، يا اما نمارس حاجه تانية خالص. هنمارس الرياضه بمفهومها الانسان الراقي والمحترم، فيها ليها اصول، ضمن الاصول تقدير الخاسر للفايز، ضمن الاصول الكسبان لازم يحترم مشاعر الخاسر. والدول المتحضره رياضيا لما بتعمل ممر شرفي في مثل هذه الظروف بتثمن قيمه الرياضه، بتبعت رسائل ان الزمالك ما يطلعش يستلم ميداليات ده غلط. انه يتقال ما هو الاهلي قبل كده في 2015 لما خسر الكاس قدام الزمالك ما طلعش استلم، ومدير الكره وقتها كابتن علاء عبد الصادق طلع استلم، ده غلط. وصدقوني لو كان ملك وكتابه وقتها كان بيطلع، احنا ما كناش بنظهر في الفتره ديت، لكن لو كان البرنامج موجود بكل الصدق كنا هنقول ده سلوك رياضي غلط، حتى لو كان بسبب اي سبب رئيس النادي اللي أيوة. شوف يعني اسباب مختلفه هنا. لو في توتر وفي مشكله وفي حاصله ده شيء. المفارقه بقى ان الماتشين الاهلي ما طلعش استلم والزمالك ما طلعش استلم لتجاوزات رئيس النادي في حق الاهلي في الحالتين. في الحالتين عايزين تعرفوا احنا بنتراجع قوي في قيامنا الرياضيه ازاي. عايزين تتنبهوا لخطورة اللي احنا فيه، أهل وزمالك وكله. أي مسؤول رياضي يمتنع فريقه على تسلم ميداليات على منصة التتويج في مناسبة زي كده لازم نتقال له ده غلط جدا، خاصة من أي لون يصدر، خاصة
ان في رعاه لهم حقوق، انت بتعتدي على حقوق ناس دلوقتي. والله حتى الحقوق الاخلاقيه يا سيدي، يعني مع التجاريه طبعا. انا بضيف بقى كمان بضيف كمان ان لا، هو لا احنا عمالين نقول الرياضه بقت صناعه والصناعه بقت مش عارف ايه، طب فين بقى احترامنا للصناعه دي؟ ولما النادي الاهلي بيتكلم على مبادئه، ولما النادي الاهلي بيتكلم على قيم الرياضه، بينطلق من جذور في التاريخ لمثل هذه المواقف. بصوا اللي حصل من النادي الاهلي يا جماعه سنه 1928، 17 ابريل 1928 الاهلي بيلعب مع الترسانه نهائي، الاهلي والترسانه نهائي الكاس السلطانيه، الترسانه كسب، النادي الاهلي ما طلعش خد الميداليات، اتنين لعيبه بس اللي طلعوا. يعقد مجلس اداره النادي الاهلي اجتماع، هتشوفوا دلوقتي احنا تعرضنا لده، لانه وقتها النادي الاهلي بسبب هذا السلوك وهذا التصرف اوقف اللاعب الاول في كره القدم ربما في تاريخها، حسين حجازي، ده ابو الكره المصريه، ده اللي كان بيهزم فرق معسكرات الانجليز، ده اللي اتعملت له فرقه حجازي. فتخيلوا انه ما يطلعش الاهلي يستلم ميداليات المركز الثاني والترسانه هو البطل، فينعقد مجلس اداره النادي الاهلي بانزعاج. بصوا المجتمع رياضيا كان متماسك ازاي، شوفوا قيمنا الرياضيه الاباء كانوا بيدافعوا عنها ازاي، شوفوا الرواد كانت عندهم القيم الرياضيه عامله ازاي قبل ما تشوفوا المذكرات والبلاوي اللي بتحصل دلوقتي. شوفوا ازاي كيف تاسس الاهلي على هذه القيم. عشان كده لما بنقول لكم لو حدث ده من النادي الاهلي يلام ويعاتب، يحصل من الزمالك، يحصل من اي فريق، لازم يلام في خرق للمبدا الرياضي. في 1928 دي صوره من محضر اللجنه العليا للنادي الاهلي في اجتماعها يوم 17 ابريل 1928 بايقاف حسين حجازي رئيس الفريق وتحميله مسؤوليه عدم تسلم اللاعبين الميداليات من مندوب الملك. اجتمعت اللجنة العليا، ده بخط اليد من محضر الجلسة، اجتمعت اللجنة العليا في الساعة 5:30 في يوم الثلاثاء 14 ابريل 1928 تحت رئاسة حضرة صاحب المعالي جعفر والي باشا، وبحضور كل من السادة وكاتب اسماء المجلس، قررت الآتي. ابداء بيقول لك: وبعد أن تناقشت اللجنة في موضوع عدم حضور لاعبي النادي الأهلي لاستلام الميداليات في المباراة النهائية للكأس السلطاني التي أقيمت يوم 12 إبريل على الأرض الخضراء بحضور مندوب حضرة صاحب الجلالة الملك، وتلي عليها الخطاب الوارد من لجنة الكأس السلطاني، يعني اللجنة المنظمة بعتت جواب للنادي، وعلشان كده قررت إدارة النادي: أولاً، إبداء عظيم استياء اللجنة. بصوا الناس اللي بتحافظ على القيم والمثل الرياضية، إبداء عظيم استياء اللجنة للسلوك المعيب الذي سلكه أفراد فرقة النادي بعد انتهاء هذه المباراة. ثانيا، إيقاف رئيس الفريق حسين حجازي لمدة 3 شهور لأنه بصفته رئيسا للفرقة تقع عليه المسؤولية في كل ما حصل. انت لم تطلع بمسؤوليتك ككابتن، جابوا الكبير. ايوه. انذار باقي اللاعبين ما عدا رياض شوقي وزكي عثمان لان الاخيرين قام بالواجب عليهما وحضر لاستلام الميداليات. رابعا، ابلاغ هذا القرار الى لجنه الكاس السلطاني بالاتحاد المصري لكره القدم وتعليقه بلوحه النادي. بص بقى علشان يبقى ايه على ملأ من الجميع، تعليقه في لوحة النادي لمدة 15 يوما وعلى حضرة سكرتير النادي مراعاة تنفيذ ذلك. انتهت بصوا بعد الجلسة ديت حسين حجازي، وده زي ما بقول لكم اللاعب الأضخم الأكبر وأول مصري احترف بره في الدوري الإنجليزي، يبعت ما يفيد للجنة في الجلسة التالية إنه لو هيتم الاستمرار في إيقافه هينتقل للنادي نادي الزمالك. عايز امشي. فيرد مجلس اداره الاهلي في اجتماع تالي على الكابتن حسين حجازي ابو الكوره: فليذهب الكابتن حسين حجازي الى اي مكان شاء ولتبقى الروح الرياضيه.
بصوا العظمه. فينتقل حسين حجازي للزمالك. ممكن بس عشان يعرفوا قيمه العظمه كمان. اه. جعفر والي باشا رئيس اتحاد الكوره. رئيس اتحاد الكوره كمان. اه. يعني هو لان ليه علاقه بان الاجراء يخص الاهلي قوي، ان اتحاد الكوره اللي هو رئيسه بعت للنادي الاهلي وكان يعترض بس ورضخ للاغلبيه على ايقاف حسين حجازي عشان الدوره الاولمبيه. اه 28. 28 وطلب من النادي الاهلي انه يفك الايقاف. ورفض يعني جعفر والي بصفه رئيس الاتحاد رضخ لقرار الاغلبيه. واتبعت الجواب للنادي الاهلي فرفضه جعفر والي رئيس النادي الاهلي وصعد النجم الصاعد مختار التتش ليبدا مشوار التالق الاسطوري لاحد علامات الرياضه والاخلاق. شوفوا عظمه المفارقه. الاهلي يوقف التخين قوي الكبير قوي حسين حجازي فيروح الزمالك غضبان يقول لك يروح مطرح ما يروح، بس تبقى الروح الرياضيه ويبقى المبدا. وتيجي الفرصه الاهلي هيلعب مع الزمالك فيقدم الاهلي هذا الناشئ اللي المهندس عادل اشار اليه، فيولد محمود مختار التتش من رحم الازمه ازمه المبدا عشان يكون هو اكثر من دافع بغيره وحرص على مبادئ النادي الاهلي، لانه اتولد من هذه المنطقه، طلع من هذه الازمه، اتكون بفعل المبدا الكبير اللي النادي الاهلي انحاز فيه للمبدا الرياضي انه لعيبته ما خرجتش تستلم ميداليات المركز الثاني، فده اعتراض على المبدا الرياضي، انت اتغلبت. مش ذنب الراجل الثاني اللي كسب. يعني هو النادي الاهلي ما كانش يستطيع ان ينتظر قرار اتحاد الكوره، ما رئيس النادي الاهلي هو رئيس اتحاد الكوره. بالظبط. لكن هو شاء ان تكون الرساله خاصه بالاهلي، احنا رافضين ده. ده ما لا يمثل الاهلي. ايوه. على فكره كلامنا ده والله لكل الجماهير، صدقوني الاهلاويه والزملكاويه والاتحادويه، قبل ان احنا مش بنقول لكم اي كلام وخلاص، احنا نعني ومعنيين فعلا بالخلق الرياضي والسلوك الرياضي، لان ده اهم ما في الرياضه، والله المكاسب بتروح وتيجي، لكن اللي ما اللي لو راح مش هيرجع المبدا، القيمه، الدروس اللي زي كده. بالظبط. ويجي المنتخب يسافر فاتحاد الكوره يبعت واللجنه الاولمبيه تبعت للنادي الاهلي التماس لرفع الايقاف عن حسين حجازي عشان يسافر مع المنتخب، مش هينفع يسافر وهو موقوف لسبب سلوكي، فالنادي الاهلي يرفض. يرفض ويتمسك انه في خرق المبدا الرياضي لا يمكن التراجع عنه. ده الدرس. ومش تزكيه للنادي الاهلي ولا شيفونيه حتى ان احنا بنزكي النادي الاهلي، لكنه هكذا انحاز الاهلي للمبدا، وهكذا دافع الاهلي على قيم الرياضه، وهكذا يجب ان يتمسك الجميع بيها. نادي الزمالك عنده مبادئ، نادي الاسماعيلي عنده مبادئ، كل نادي مؤثر في الشارع عنده مبادئ، المبادئ مش حكر ولا قصر على مكان واحد، بس احنا بنذكر بيها انطلاقا من هذا الحدث. من وقائع مش بنالفها. بالظبط. وبنذكر بيها في 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 احداث تستدعي التذكير. بالظبط. لان انا دلوقتي في موقف ماتش حضروا جماهير نتمنى كنا ان ينتهي وهو انتهى بخير، بعض التجاوزات برضه عايزين نراجع الجماهير بتاعتنا، لان لامتى هنفضل النادي الاهلي والانديه تدفع الغرامات بتاعه ان انت مش قادر تسيطر على انفعالاتك. ما ينفعش اذا كنتوا بتحبوا انديتكم، وانا هنا هكلم جمهور الاهلي بقى، بتحب النادي الاهلي، هو انا لما تدفعني 360,000 جنيه وبعد الماتش الجاي 200,000 جنيه وخلص الدور الاولاني انا عليا 2 3 مليون جنيه، مش كنت انت طالب مني ان انا اجيب لك لعيب هاندبول ولعيب باسكت ولعيب فولي ولعيب، طب ما تخلي المبالغ دي نصرفها فيما يفيد. بالظبط. ليه بتحملني هذه ولازم نفكر، وانا عايز جماهير تشاركني بقى. ايوه. ازاي تدفعوا الفاتوره دي بالنيابه عن النادي الاهلي؟ يعني اذا كان في اسباب مش في ايد النادي الاهلي ان هو او الزمالك او اي انديه، الا انك انت لو انت شجعت هذه التصرفات يبقى تعرف ان التصرفات دي نتيجه تشجيعك لها. احنا من هنا بنستنكر اي هتافات، اي خروج عن النص، اي تجاوز عن الاخلاق.
فما نقدرش نقول النادي الاهلي بيشجع على هذا. بصوا، النادي الاهلي لا يمكن يشجع على خطا. سلوك وهتافات الجماهير مرفوضه، عقوبات صدرت ضدها من الاتحاد ماشي، هتافات او عقوبات ضد لعيبه انساقت ورا هتافات غلط، عقوبات ضد لعيبه مقبوله. وزي ما لومنا وزي ما عاتبنا على شيكابالا انه انساق مع جماهير بتهتف ضد الاهلي، لابد ان احنا نعتب على اي لاعب من النادي الاهلي قد تسمح له انفعالاته انه ينساق مع المدرج، وده درس للجميع. هو بص، رغم ان انا شفت ده رمضان صبحي وحسام عاشور قالوا لهم لا لا خليكم على الاهلي، لكن انت عارف وانت رايح انه في هتافات مش هتقدر تسيطر على الناس، مش هتقدر تسيطر. في استجابه حصلت، بس كان خلاص اتشتم المنافس. هو لا، انا عايز، انت بتقول الجمهور العنصر النبيل، طب ما احنا عايزين بقى ان النبل يستمر، يكون في المدرجات كمان. طيب كمان على ذكر، بصوا بقى التحولات السلبيه، احنا بنتكلم على مجتمع سنه 28 كان الانضباط في الملاعب وصل لفين، كانت القيم الرياضيه عامله ازاي، يحدث الانفلات في البرامج الرياضيه فيستدعي الامر. المهندس خالد مرتجي، وده نجل الفريق اول عبد محسن كامل مرتجي، احد كبار رموز الحركه العسكريه الوطنيه في تاريخها، ورئيس النادي الاهلي يا اخي، ورئيس النادي الاهلي، فهو ايضا رمز كبير في تاريخ النادي الاهلي، تاريخ العسكريه الوطنيه وتاريخ النادي الاهلي. المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الاداره، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، قدم كل منهما مذكره الى السيد الاستاذ مكرم محمد احمد رئيس المجلس الاعلى للاعلام، وايضا للاذاعي الكبير الاستاذ فهمي عمر رئيس لجنه ضبط الاداء الاعلامي. الاثنين بيتكلموا على ما حدث في برنامج الزمالك اليوم من تجاوزات شديده في حق كل منهما. الامر معروض امام اللجان المختصه فلا تعليق لنا عليها. لكن ماذا بينك وبين ربك يا خطيب؟ بصوا، يحدث كل ده، يجي كل هذه التجاوزات اللي انتوا بتتابعوها على طول، فياتي التقدير والاشاده رفيعه المستوى لرئيس النادي الاهلي من قبل رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم في نفس اليوم. بصوا المفارقه، وبصوا ربنا لما يهب حد ان هو يسلك المسلك السليم، فتيجي المكافاه من اعلى جهه مختصه وهي الاتحاد الدولي لكره القدم. يبعت جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم خطاب الى الكابتن محمود الخطيب. الخطاب اهو زي ما حضراتكم شايفينه، ترجمته زيورخ 20 سبتمبر 2019، السيد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي المصري. الموضوع اجتماع عمل في اطار اتفاقيه التعاون بين الاتحاد الافريقي لكره القدم والاتحاد الدولي لكره القدم. عزيزي الرئيس، من خلال هذه الرسالة أود أن أعرب لكم نيابة عن الاتحاد الدولي ونفسي شخصيا عن خالص شكرنا لمشاركتكم الفعالة في اجتماع العمل الأول بشأن تنظيم المسابقات في إفريقيا، وذلك في إطار الشراكة بين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي عقد في مقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019. وبيقول انفانتينو للكابتن الخطيب: ليس هناك شك في أن الموضوعات الرئيسية للمناقشة والتي ركزت بشكل خاص على تحسين مسابقات الأندية في القارة وحوكمة كرة القدم الإفريقية وزيادة الإيرادات والعوائد من المسابقات والأحداث في القارة الإفريقية والحكام ونظام ترخيص النادي والسلامة والأمن ستساهم في تطوير هذه الرياضة التي توحدنا. أنا مقتنع أنه ده انفانتينو الخطيب، أنا مقتنع أنه بفضل التزامك وشغفك وتجربتك والحس الابتكاري لديكم سيكون هذا التعاون ناجحا، وسيسمح لكرة القدم الإفريقية بمواصلة تطوير وبناء مستقبلها، ومما لا شك فيه ستمهد الطريق للنجاحات المستقبلية التي تستحقها. أود أن أعيد التأكيد على شكري الصادق، وأتطلع إلى رؤيتكم مجددا قريبا، تفضلوا بقبول فائق الاحترام، جياني انفانتينو. ده خطاب انفانتينو للكابتن محمود الخطيب، في كل هذا التقدير وفي كل هذا التثمين لدور رئيس النادي الاهلي في ورش العمل اللي عقدت بالاتحاد الافريقي لتطوير اللعبه، وانتم شفتوا على هامش كاس الامم الافريقيه كيف حظي رئيس النادي الاهلي
بهذا التقدير وهذه الحفاوة من أسرة كرة القدم الأفريقية، وكيف كان الخطيب ضمن الأساطير الأبرز في تاريخ القارة؟ هو ده تمثيل البلد، وهي دي صورة الرياضي، وهي دي القيمة اللي لازم تبان، وهي دي العلاقة مع الاتحادات الدولية والقارية، وهي دي مكانة مصر، وهو ده النادي الأهلي، وهو ده التقدير الذي يأتي وكان ينبغي أن يأتي من الموسم الماضي لولا الظروف الصحية للكابتن محمود الخطيب اللي منعته عن التواصل سواء مع الاتحاد الإفريقي أو مع الاتحاد الدولي، فما شافوش أو ما تعاملوش مع هذه الشخصية. ولكن بمجرد الراجل ما بيروح وبيتعامل بقيمته وبقيمة النادي الأهلي يدرك الجميع أنهم أمام حاجة تستحق التقدير والاحترام، ونبتدي نشوف الوضع الطبيعي أنه هو ممثلا عن ناديه يلقى هذا التقدير. وبيبعث النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب لإنفانتينو بالنيابة عن النادي الأهلي وعني شخصيا: أود أن أعرب عن امتناني للمشاركة في أول اجتماع عمل حول تنظيم المسابقات في إفريقيا في اجتماع عمل الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي بمقر الكاف في القاهرة. إن ما لمسته خلال الاجتماع من طرح العديد من الأفكار المبتكرة والاقتراحات المدروسة المعززة لبناء مجتمع كرة قدم إفريقي أقوى في إطار دائم من النزاهة والاحتراف كان موضع تقدير واحترام بالغ، مما لا شك فيه أن الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي وجميع المشاركين في الاجتماع يهدفون إلى صياغة مستقبل أفضل لمجتمع كرة القدم الإفريقي وفقا لأعلى معايير القيم والكفاءة المهنية والعدالة. لقد كان النادي الأهلي، ده الكابتن الخطيب لإنفانتينو، لقد كان النادي الأهلي ولا يزال يؤمن أنه بالتعاون مع الاتحاد الدولي ومختلف لجانه ومن خلال لوائحه واستراتيجياته يستطيع الوصول إلى أفضل السبل لتعزيز وحماية وتطوير اللعبة بما يخدم الأهداف النبيلة لكرة القدم، وهي الأهداف التي تمثل رغبتنا ومسؤوليتنا الدائمة. دي المسؤولية. كما نؤكد دائما على استعداد النادي الأهلي أو نحن على المستوى الشخصي للمشاركة في الأحداث والاجتماعات بالتعاون مع الاتحاد الدولي بما يسهم في تطوير اللعبة وتقديم رؤية أفضل لمجتمع كرة القدم. تقدير الخالص لخطوات العمل الصادق والجاد من أجل كرة القدم. نتطلع إلى رؤيتكم في أقرب وقت ممكن. محمود الخطيب. ده كلام على مستوى كبير وعلى مستوى يليق بكرة القدم المصرية، يليق بمكانة مصر، ويليق أيضا بدور النادي الأهلي الكبير. يعني أعتقد أن إحنا عندنا حاجة لسه في الأخبار عايزين نتطرق إليها، ولا شكلك بتجهز لفاصل كده؟ هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل مش هحرم المهندس عدلي من حاجة. كيف ولماذا ضاعت الستة؟ بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده الاهلي استهل مشوار الدفاع عن اللقب بفوز مهم على سموحه الفريق المحترم بعد ما كان الاهلي فاز بالسوبر. الاهلي فاز بالسوبر 3-2، لكن معرفش ايه حكايه التلاتات. مفيش يوم والتاني شباب الاهلي تحت 20 سنه مواليد 99 يروح يلعب مع الزمالك في 100 عقبه فيكسب هو راخر 3-0. اه ايه الحكايه؟ لا هو يعني الحقيقه الفريق مليان لعيب، رغم ان في عدد كبير منه طلع للاعراض، وده ياكد انه الاهلي على الطريق الصحيح واجيال بتسلم بعض. بتسلم بعض تاريخ مكتوب والكل في واحد.
طيب الشباب فاز على الزمالك 3-0 والمهندس عدلي كان مهتم انه يعرف كتير من التفاصيل او يقول لحضراتكم على تفاصيل قمه الشباب. الفوز ده يهمني جدا لان الحقيقه الفرقه دي طلع عدد كبير منها اعارات، وعشان كده انا ببقى مهتم قوي اشوف هل احنا عندنا قوام صلب يستحمل الكلام ده ولا لا. من السنه اللي فاتت بكل المعاني ايوه الاجابه طيب دول مواليد 99 فهم قريبين جدا من الفريق الاول. هم الفريق القريب، هم اللي على الوش، هم اللي على الوش. بيدربهم الكابتن عمرو انور المدير الفني، ومعاه الكابتن ياسر رجب واحمد عبد الظاهر مدرب مساعد، وايهاب خميس مدرب حراس مرمى، واحمد عيد اداري، واحمد ابو عبله طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الاحمال والتاهيل والقياسات. تحب تعرف التشكيل؟ التشكيل قدامنا اهو. طبعا مصطفى شوبير، الدفاع فارس طارق، عادل زينهم الشهير بدودو، ابراهيم السيد، محمد شكري وده اللي جاب الهدف الاول على فكره، الوسط محمد فخري وده جاب الهدف الاخير، احمد السيد، محمد نصير، زياد طارق، وليد مصطفى، والهجوم مصطفى فوزي. وفي الشوط الثاني حصل برضو ثلاث تغييرات، اللي جاب الاهداف محمد شكري وعادل زينهم دودو ومحمد فخري. ال محمد فخري ده يا استاذ ابراهيم ده لعيب جبناه من المحله من سنتين بس لعب دي لقطات من فرحة هذا الشباب. الفريق وبرضو عشان تعرف القيم في غيبة من الهداف الكبير بتاعهم صالح. انت فاكر السنة اللي فاتت انا نوهت لك على اللعيب بس انا عايز اسحب هذا التنويه اللي انا قلته وبعتذر له، بعتذر للناس كلها. ليه؟ لاني انا كنت متصور ان انا بحفزه. اتاريه بدفعه الى التنمر على فريقه. الله. انا ما تصعدتش، انا فين انا فين، وزعلان ومقموص فاستبعدوه. انا بديله من هنا رساله ولاسرته اللي انا عارف انها مهتمه بيه جدا. انت مشروع لاعب، مشروع لاعب ممكن يبقى كويس لو احسنت قياده موهبتك. مش مساله مين اللي يطلع يتمرن فوق، مساله مين اللي لو طلع يعلم ويستمر. ممكن جدا انت عشان مكانك في زحمه، ممكن انت ما تعرفش هل هم باصين عليك ومهتمين، تعرف منين. لكن مساله ان انت تبقى متربي في نادي وتبتدي تفرض شروطك من دلوقتي، انا منزعج من الكلام ده وبقول له يا رب تراجع نفسك يا ابني، وموهبتك تحتاج الى قياده حكيمه. ان شاء الله ربنا يوفقه. طيب النهارده كمان بالمناسبه فريق الشباب كان تعادل مع سموحه في الاسبوع الاول 1-1 وفاز على الزمالك، فاصبح رصيده 4 نقاط من مباراتين. اذا كان الشباب تعادلوا مع سموحه 1-1 في افتتاح الدوري، فالاهلي الفريق الاول فاز على سموحه بقياده الكابتن حسام حسن. النهارده فوز مهم جدا، هدف سجله رمضان صبحي علشان يهديه لابنه زين. يمكن كلنا شفنا رمضان وهو بيحتفل على طريقه ببيته ويهدي الفوز لابنه اللي رزق به هذا الاسبوع عشان يكون زين الاهلاويه ان شاء الله. فوز مهم جدا على سموحه في توقيت كمان عايز اقول لك انه، ودي المساله يا جماعه اللي هي في التاهيل النفسي بقى، كابتن خطيب اهتم يروح للفرقه قبل ماتش سموحه مش بعد ماتش السوبر، لانه ادراكه ان اللعيبه عايشه الفرحه فرايح علشان الرساله المهمه جدا، وحتى قال لهم تعبير كل واحد فيكم لازم يكسر حد الفرحه اللي جواه. ايوه انتهى. ما احنا اتفقنا كان مش هتعيش يعمل ايه؟ ايوه مش هتفضل عايش الفرحه. انا شفت ظلال ظلال مباراه الزمالك في الملعب النهارده، في ناس ادت اقل من مستواها. ارهاق طبعا ربما، لكن ايضا غصب عننا نفسنا بتاخدنا ان احنا نعلى شويه عن الكوره.
لكن الماتش في مجمله يا استاذ ابراهيم، وانا من الماتشات اللي يعني شفتها بعد نص ساعه كده، اي لان هنيجي نعلق عليها لقطات من زياره الكابتن محمود الخطيب للمعسكر للعيبه قبل مباراه سموحه. الحقيقه لا، الاهلي عمل ماتش كويس. ايوه حصل فترات فيها دروب، لانك انت الاهلي بيلعب بضغط، وده اللي عاجبني. الثلاث ماتشات بتوع النادي الاهلي اللي فاتوا اسلوب الضغط الفردي والجماعي اللي بتنظيم تضيق مساحه الملعب، والفرقه خطوطها مندمجه موجود. ايوه مش على فترات 90 دقيقه، لانه مساله صعبه جدا انك في بدايه الموسم كمان، حتى في طبعا في بدايه الموسم وحتى لو في نهايه الموسم كنا بنشوفها. الاهلي في الدور الثاني مع كابتن حسام البدري كان بيعملها ويهدى شويه. علشان كده كنا بنشوف ارجاع الكره اللي انا بكرهها اللعبه دي انا وكل حضراتكم، لكن هي ليها مفهوم. مش معقول انا ابقى عند الكوره اروح مرجع كوره لحد ما توصل لجوني. هو مفهوم ان اعمل استريتش، اشد الفرقه اللي قدامي عشان اخرجها من حاله التكدس. وهذا كان واضحا في المباراه الاولى بتاعتنا في افريقيا. ايوه ان انت ضغطت جامد طول الشوط الاولاني فالفرقه تكدست. ايوه طب انت عايز تفتح خطوط، عملت ايه؟ ما ضغطناش من التلت الاولاني بتاعهم. بقينا نضغط من تلت ملعبنا احنا لحد ما لقينا الثغرات، ومن هجمات مرتده عرفنا نجيب الجولين. فاحيانا يا جماعه سيبوا الكوتشات تفكر وتتصرف، مش هنفضل كل واحد في دماغه حاجه. لازم نفهم الناس اعمل اللي انا عايزه. نتكلم كلنا في كرة ده حقنا، لكن نفرض راينا لا مش حقنا. طيب كمان كان ملاحظ جدا انه الخواجه بيريح اكبر عدد من اللعيبه. النهارده شفنا في التشكيل خمس عناصر ما شاركوش في المباراه الاخيره مع الزمالك. ده معناه انه بقى في عداله في توزيع المهام، وكمان الفرصه متاحه للجميع، وفي حرص على اراحه بعض الناس وعايز يشوف الكل، وفي ظروف مباراه تختلف عن المباراه وعايز ياخد فرص ان يشوف كل الناس. وفي تغييرات كمان اجباريه، في ناس اتعورت، فكانت التشكيله فيها تقريبا خمس عناصر ما بداوش مباراه الزمالك. والتغييرات اثناء المباراه نفسها برضو حملت نفس المعاني، توزيع الجهد والمهام واتاحه الفرصه لاكبر عدد من اللعيبه للمشاركه. ودي رؤيه جيده جدا تدي له فرصه ان يشوف كل الناس ويجهز كل اللعيبه. النهارده الاهلي بيلعب، الاثنين هيلعب يوم السبت مع كانو سبورت بطل غينيا الاستوائيه في ماتش افريقيا، ويلعب يوم الاربعاء مع الانتاج الحربي في الدوري. وكان بيلعب يوم الجمعه ولسه راجع، يعني جمعه واثنين، يعني لعبت جمعه واثنين وهتلعب سبت وهتلعب اربعاء، فهتلاقي في مده قصيره قد لا تتجاوز 10 ايام بتلعب اربع ماتشات. لذلك الناس اللي عماله تسال فين فلان فين فلان فين فلان، ارجو ما نسالش هذا السؤال بقى. لانه واضح ان في حاجه الراجل ده بيعملها وانه هتفيد الفرقه. يعني عمليه الروتيشن اللي كلنا نقعد ننادي بيها. انا على فكره لم اشهد الهاني سليمان، الحقيقه كان صاحي جدا لما اشهده بهذا التالق. شال ثلاث اربع كور حلوين فعلا، يعني كان من الممكن ان تتضاعف النتيجه بسهوله جدا. يعني النهارده كان ممكن تتضاعف، ويوم السوبر كان ممكن تتضاعف، وده يخلينا نعض على الفرص بالنواجذ، بالذات الفتره اللي الفريق مسيطر فيها، لانه شكل اللعب في الشوط الاول صعب جدا قبول ان هيخلص 1-0 بس. مروان محسن بالمناسبه تعرض لاصابه في الوجه، هو هنا عمل دوران وتمريره سحريه رائعه. هتشوفوا صوره مروان، ربنا يشفيه، اصابه مؤثره، خبطه في عظمه الوش، فيه اشتباه في كسر عظمه الوش. خضع للتشخيص الطبي النهارده، يمكن الاشعه نتيجتها تظهر الليله دي عشان يبان. شايفين تحت عينه ده كسر في العظمه هنا، ربنا يشفيه ويعافيه. والنهارده التشخيص يعني يطلع، اذا جات لنا اي معلومات في نتيجه الاشعه في الفتره واحنا على الهواء هنطمن. لكن ده اشتباه على فكره، الاصابه دي اللي كانت جات للكابتن الخطيب بس كانت اقوى من كده في العظمه دي.
الف سلامه لمروان، وان شاء الله واديكوا شايفين ان شاء الله يعني يشفى منها سريعا، بس هديكوا شايفين حجم الاصابات. بالمناسبه حكم المباراه النهارده لو في ماخذ عليه واضح عدم حمايه اللعيبه من الضرب المتعمد، يعني واحده من اهم مسؤوليات حكم المباراه حمايه اللعيبه. لما يلاقي في فريق عنده هذا الحرص على اللعب الداشنج بضرب وبعنف، لا يكفي ان انت تصفر وتحسب فاول، لا يكفي، لانه حمايه اللعيب الاخر اي لعيب لو اللي بيعمل ده الطرف العكسي لازم تحمي الفريق الثاني. فاتمنى ان حكامنا كده من بدايه الموسم ياخدوا بالهم انه هيبقى في عنف شديد جدا مطلوب من الحكام، حمايه كل اللعيبه في كل الفرق، وده ما يكونش الا باستخدام الكارت وبالتدخل الحاسم. على الرغم من لازم نشيد بالروح الرياضيه النهارده اللي في الملعب وفي الاجهزه الفنيه، واكثر من موقف كان حد بيقع في الناس لا انا شخصيا مش موافق عليها قوي ان انا اطلع كرة من الملعب، لان دي شغلانه الحكم. لو كان شاف ان اللاعب اللي وقع ده وقع نتيجه عنف لازم يصفر، هو اللي يصفر. انما عشان ما حدش تاني يقدر يستخدمها في اوقات اخرى، ها، انه يقع علشان في هجمه واعده او يقع عشان يعطل لعب او يستهلك وقت. فانما النهارده الفرقتين تحليا بالروح الرياضيه الحقيقه، وتبادلوا كل واحد كان حد منه يقع الثاني كان بيطلع الكوره، ويعني كما نطالب يعني. طيب النهارده كان في كمان جوائز الافضل في العالم. الالماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول فاز بجائزه افضل مدرب. هدف المجري دانييل زاسوري لاعب ديبرسيون يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2019. البرازيلي أليسون بيكر يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2019. سيلفيا جريكو والدة الطفل البرازيلي الكفيف فازت بجائزة أفضل مشجعة لعام 2019. دي المشجعة أم برازيلية اعتادت على حضور المباريات مع ابنها الكفيف عشان توصف له ايه اللي بيحصل في الملعب. بصوا حب الكرة، طفل كفيف امه ملزمة او ملتزمة بحضور كل المباريات علشان تشرح له وكأنه بيتفرج عليها. طبعا الداهية والاسطورة ميسي يفوز بجائزة افضل لاعب لعام 2019، مفيش فايدة وحق والله. الموسم اللي فات كان موسم رائع لميسي حقيقي يعني. فحقه تماما. طيب قلنا كده قالوا اطلعوا من البلد، فاكرين في فتره توقف الدوري قبل كاس الامم، قبل كاس الامم كان الشغل الشاغل يا جماعه عايزين نخلص الدوري بدري، يا جماعه ما ينفعش كاس الدوري ناجل بعض المباريات لبعد كاس الامم، ده كتير ومهلكة للعيبة وللأندية، لا هتاخد فرص تستعد للموسم الجديد ولا تعمل صفقات كويسة. دخلتنا في إحراجات بداية الموسم وفترات القيد ودخلتنا في مشاكل كتيرة جدا يعني. ربكت الجدول بشكل غير طبيعي، وكنا هنا عمالين نعرض حلول، نقول خد الحل التونسي العبوا واللعيبة الدوليين تخرج، طب الأندية تلعب بدون اللعيبة الدوليين لدرجة إن النادي الأهلي أبدى استعداده. اتحاد الكرة كان راسه ألف سيف، لا وكان يبدو اتحاد الكرة السابق يبدو كما اللي واقع فعلا تحت ضغط مش قادر يطلع منه. احنا قلنا هنا في ملك وكتابة وقتها من الآخر الزمالك مش عايز يلعب ماتشات الدوري علشان فرجاني ساسي اللاعب التونسي المحترف في صفوفه، وقلنا الزمالك كل الهدف على ما يرجع ساسي من الاصابه. على فكره قلنا كمان وانت لا تدري ماذا سيحدث، وقلنا يعني مش بيضمن حاجه خالص يعني. وقت ما قلنا انه الزمالك كل ده عشان فرجاني ساسي اتهاجمنا وانتقدنا واتقال لا مش صح. بعد مباراه السوبر اول امبارح رئيس نادي الزمالك طلع وكشف عن سبب تمسك الزمالك وقتها بعدم لعب الدوري. نشوف اللي حصل اول امبارح بس. لا هو مباراه النهارده انا سمعت المحللين هو خطا في التشكيل طبعا صحيح. يعني انا معاهم في كل اللي قالوه وكان وفي لعيبه لازم تريح ومنهم اوباما لازم يريح
انا بقوله تاني على الهواء لازم يريح. ده مش اوباما اللي احنا عارفينه. هل هو مجهد؟ هل هو شبع كوره؟ يعني ايا كان، لكن لازم لاعب زي اوباما لازم يريح شويه، ولازم يتقال لفرجاني الساسي، مش انت فرجاني الساسي اللي احنا اجلنا بطوله الدوري لغايه ما تخلص ماتشتك وتيجي والاصابه بتاعتك تخف منها. ففي لعيبه محتاجه وقفه. الحقيقه اللي محتاج وقفه الكره المصريه. ما هو يعني قعدوا يداروا ويجملوا وبتاع، الراجل قال لك مش ده انت اللي اجلنا لك الدوري مخصوص ورباكنا الدنيا وهددنا مستقبل الكره المصريه ومصلحه الكره المصريه عشانك. هو عايز يعني يكاد يقول له كده يعني. لكن يعني لامتى لامتى يا اخوانا المعنيين بشؤون الكره مش مهتمين بالكوره؟ ما ايه اهتمامهم؟ ايه مجال اهتمام الاتحاد السابق لكره القدم كان؟ لذلك دي رساله ايضا للقائمين على شؤون الكره الان. مشوها عدل عشان التاريخ يذكركم عدل بس باذن الله. مشوها عدل عشان التاريخ يذكركم عدل طبعا، والتاريخ لا يرحم. ما هو التاريخ اصلك انت كده كده الايام بتفسر نفسها. كل شيء بينكشف ويبان، بتفسر نفسها. طيب ما تخلينا في المصلحه العامه. طب ما تخلينا في السوبر. خلينا في السوبر. طيب خلينا في السوبر وفرحته. ودي المباراه اللي كانت اقرب لقاءات القمه في السنين الاخيره تكرر مباراه الستة واحد بتاعه 2001. جونيور اجاييه المهاجم المبدع لما يلعب مش كراس حربة صريح، تحس انه ده المهاجم التخيلي، ورقة سايلة كده المهاجم التخيلي، هتلاقيه متحرك في كل مكان، رأس الحربة اللي بيظهر فجأة. هو اصل الناس يعني رسمت رأس الحربة على المقيم، المقيم في منطقة ال 18 اللي بيطلع ومش عارف السقطة ولا، لكن هو دلوقتي الكرة كلها جاية من ورا، الخطورة جاية من ورا، حتى لما أنت بتلعب بيكون الأطراف عايزة توصل للخطوط وترجع الكرة لورا عشان أي حد يقابلها. النهارده المشهد ده تكرر كثيرا في ماتش الأهلي، بس كان التكدس مانع إن الكرة توصل بخطورة للعيب الأهلي. الحقيقة جاية عمل ماتش كويس. الفريق ككل عمل ماتش مش كويس، عمل ماتش رائع يعني. طيب تضحك لما تسمع بقى انه لا الزمالك مش الاهلي اللي كسب، ده الزمالك اللي خسر. ده كلام برضو يحتاج مراجعه احصائيه. يعني هو في حد ممكن يكسب حد من غير التاني ما يخسر؟ هقول لكم يعني احصائيه بسيطه جدا شامله للمباراه بكل ما فيها، عملها لنا الدكتور عمرو عبيد. طب ما ممكن قبل ما تعملها لا الناس دي اللي هتجاوب على كل الكلام اللي هنقوله. هو ليه انا بمجرد انتهت المباراه قعدت اقلب بين المحطات واستوديوهات التحليل اني اسمع كلمه تخص الاهلي؟ القناتين المعنيتين باذاعه المباراه كان الشغل الشاغل هو الزمالك، ايه اللي خلاه خسر؟ ولو كان في وقت كان يتعادل ولا لا؟ ولو كان عمل ايه كان يقدر يتعادل وكان ممكن يكسب؟ استنى ان حد يقول لنا حاجتين، هو حصل ايه في توزيع الجوائز؟ ونمره اتنين هو الاهلي عمل ايه؟ ما فيش مبروك للاهلي حتى الا فين وفين؟ طبعا الزمالك خسر مش الاهلي اللي كسب، دي غريبه غريبه جدا. اولا هو بطل الدوري بيلعب بطل الكاس، لا حط جون في نفسه ولا الاهلي جاب جون من ضربه جزاء. الاهلي عمل ابداع في الشوط الاول ونصف الشوط الثاني. ايوه لما تعور عنده اتنين لعيبه بالمنطق كده في قلب الدفاع، انت سحبت خط الوسط رجعته بالظبط، فتراجع الفريق ككل منطقيه، فجاب ضربتين جزاء. ما تحصلش كتير الاهلي يجي عليه ضربتين جزاء في مباراه. فجت في المباراه دي. طيب وكان له ضربه جزاء، وبعدين ايه حكايه ان احنا هو بس يتحسب علينا على طول وضربات جزاء صحيحه وكل حاجه ما اتكلمناش، لكن احنا ليه ما بتحسب لناش ضربات الجزاء بتاعتنا استاذ ابراهيم؟ لا مع محلي ولا مع اجنبي. واحد يقول لك ايوه في السوبر يضيع على بطوله
ويقول لك كان له ضرب جزاء كان 100% كان لازم احتسبها، وبرضه في الماتش اللي انت احتسبت للمنافس ضربتين جزاء ما اديتنيش ضربه جزاء اوضح منهم. طيب بس كان في ثقه الحقيقه برغم كل الكوره دي ممكن نتكلم على الكوره دي. الجون الثاني الثالث الله يقول لك اصل رمضان صبحي انا عايز الكوره يرجع لي بيها يا شوارب سنه. التدافع كان متبادل متبادل، لكن لان رمضان ارجع يا عم من اول مع لقطته مع شيكابالا الكابتن الكبير اللاعب الكبير كابتن شيكابالا. طيب هات لي يا عم بتحاول هي ليها لعبه لوحدها ليها لعبه لوحدها لا اهو هتشوفها لوحدها. طب جيبها في العاد وجيبها بالراحه كده خلينا نشوف ليه شيكابالا حاطط ايده في جنب رمضان ورمضان حاطط ايده في جنب شيكابالا الاقوى قدر ياخد الكره ده اللي انا عايز اقوله. فالكرات دي ما بتتحسبش اللي هو اللي فيها منافسه على الكوره ايوه ما فيهاش ايذاء ما فيهاش فاول ما فيهاش جذب ما فيهاش دفع. كان في ثقه عند كتير من جماهير الاهلي برغم كل النغمه اللي البعض حاول يصدرها. ده انت فكرتني بقى بحاجه صديقنا المشترك المهندس جمال موسى ايوه عضو النادي قبل الماتش انت خايف ليه بس يا باشمهندس؟ ثلاثه باذن الله انا محمد ابني قال لي ثلاثه كده طب انا عايز اقول لك حاجه بص هنا بص اهو ايد شيكابالا وايد رمضان الاثنين في تزامن يعني لو جت لحظه وقفتها اهو شاف ايد شيكابالا فين؟ اهي زق رمضان ورمضان قال لك ايه بقى محمد موسى؟ قال لي ثلاثه فجاي بيقول لي شفت مش قلت لك؟ قلت له طيب انت عارف طارق حنفي ده مشجع اهلاوي اخو زميلنا شريف حنفي برضه قبل الماتش بيومين في التليفون وبيحلف هنكسب ثلاثه لا ما يعني برضه في ناس عندها ثقه يعني وده هو ده بطل الدوري يا جماعه ما هو الاهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكاس فلما يكون مباراه بهذا الحجم الزمالك الناس شافت انه من المباراه الافريقيه اللي لعبها يبدو عنده اكبر عدد من اللعيبه المهاريه يبدو انه عايش نشوه وفرحه عنده مدرب جديد طب ما الاهلي عنده العدد الاوفر من اللعيبه الموهوبه ايضا وعنده مدرب جديد وعنده طموح كبير جدا يتسق وشخصيه الاهلي عشان كده الاحصائيه اللي انا هقولها لكم دي ابسط رد على قبليها بس يا استاذ مين استحق في المباراه يعني خلي الاحصائيه دي لان دي اللي هتحسم انت عايز تقول ايه هو ليه بنقول المباراه ليست كالمباريات او بطوله ليست كالبطولات انا قلت لك في بطل الدوري هيلاعب بطل الكاس في ظل تغيير اجهزه فنيه تمام بطل الكاس شفناه في اكتر من مباراه مع فرقته بطل الدوري جاء مدربا محدش يعرف عنه حاجه لدرجه اثارت بعض القلق في البدايه ولكن مع تقدم الامور والانباء التي كانت تاتي من الملعب ومن النادي الاهلي بدات الناس تطمئن بعض الشيء شفناه في الخارج وهو بيلعب فالناس اطمنت اكتر شفناه وهو بيتعامل مع القوائم وبيريح مين وبيعمل مين فالناس قالت الله 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 شفنا اداؤه بقى امام الجماهير دي كانت فرصه لاول ادي المباراه اللي بتاعت افريقيا والجون الجميل قوي اللي جابه صلاح محسن وتلاحظ هنا دي هجمه مرتده بعكس الشوط الاولاني كان في تكدس لان فرقه الاهلي بقت تضغط من تحت مش من قدام ايوه فاللي عايز اقوله ان الجماهير عايزه تتعرف على الراجل ده وهو عايز يشوف الجماهير لايف بقى ايوه وصوتها وحماسها فكانت مباراه مهمه جدا 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 ليست ككل المباريات بالظروف دي كان الفوز بيها كان يعني الكثير للاهلي لان ما كانش ممكن ان الاهلي وهو بطل الدوري ما ياخدش بطل السوبر عشان يبقى بطل الابطال. طيب معظم التحليلات هنتعرض لها لكن الاحصائيه اللي انا بقولها لكم اللي عملها لنا الدكتور عمرو عبيد بصوا الارقام والارقام لا تكذب زي ما بيقولوا التسديدات في اجمالي الشوط الاول الاهلي له 17 تسديده والزمالك له 7
طيب المحاولات على المرمى، الاهلي 8 الزمالك 5. بتتكلم على الشوط الاولاني؟ التسديدات في الشوط الاول 12 مقابل 2. متخيلين ان في الشوط الاول الاهلي يسدد على مرمى الزمالك 12 شوطه مقابل 2 للزمالك. في الشوط الثاني 5-5. ادي الشوط اللي قال لك الزمالك تسيد والاهلي تراجع. الشوطين متساويين فيه في الشوط الثاني. المحاولات على المرمى في الشوط الاول الرقم بقى اللي يزعل 6-1. الشوط الاول محاولات الاهلي على مرمى الزمالك 6، محاولات الزمالك 1. التسديدات من داخل المنطقه الاهلي 10 والزمالك 5. طيب عدد فرص التهديف المؤكده في المباراه، الفرص الحقيقيه، الاهلي له 9 فرص، الزمالك له 3 فرص. الفرص مقسمه في الشوط الاول 7-0. شوفوا الشوط الاول حجم السيطره كانت عامله ازاي. 7-0، 7 فرص حقيقيه للاهلي في الشوط الاول مقابل ولا فرصه للزمالك. طبعا تقدر تشوفها في الشوط الثاني، السبعه بقى 9، يعني في فرصتين للاهلي في الشوط الثاني وثلاث فرص للزمالك. دقه التمرير بالنسبه للنادي الاهلي 88% وللزمالك 83%. نسبه اكتمال الهجمات بالنسبه للاهلي 37% وللزمالك 22%. دي احصائيه مهمه جدا. بس دي احصائيه المباراه كامله يا استاذ ابراهيم، كاشفه. مش الشوط الاول بس، ما هو عندك الشوط الاول والشوط الثاني. لا انا عايز بقى الاجمالي، الاجمالي هو اللي يعنيني يعني. الاجمالي التسديدات 17-7. طيب حتى يعني بكل، اذا كل احصائيات المباراه لصالح مين؟ والفرص التهديفيه 9-3. كل احصائيات المباراه لصالح مين؟ الاهلي. اي جداره، ده من ماتشاته القليله على فكره ان الاحصائيات تيجي بالشكل ده. طيب ده كان له مردود في الصحافة مصريا وعربيا وعالميا. نشوف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم هنأ الأهلي على هذا التتويج وقال الأهلي بطل السوبر المصري، فاز 3-2 على الزمالك بعد مباراة مثيرة، ألف مبروك للشياطين الحمر السوبر رقم 11. اهتمت الصحف والمواقع المغربية والتونسية نظرا لوجود لعيبة عندنا. جريدة المنتخب المغربية قالت ثلاثي الزمالك المغربي خسروا رهان السوبر المصري. والأحداث المغربية قالت الأهلي يحرم الثلاثي المغربي للزمالك من السوبر المصري. موقع اليوم 24 قال في غياب أزارو وحضور بن شرقي وأبو نجم الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلا للسوبر المصري. في تونس إذاعة موزاييك الاف ام معلول يتوج بالسوبر المصري على حساب ساسي والنجاز. موقع تونس الرقمية قال الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك بعد مباراة دراماتيكية. الصباح نيوز قالت لقب جديد لمعلول، الاهلي يتوج بالسوبر المصري. الصريح اونلاين علي معلول يهزم النجاز وساسي ويتوج بالسوبر المصري. تونسيا بريس قالت علي معلول يهزم مواطنيه النجاز وساسي في نهائي السوبر المصري. مجله كيك اوف الجنوب افريقيه سلطت الضوء ايضا على هذه المباراه وقالت تقريرها بقى الاهلي يسقط ميتشو الزمالك، لانه ميتشو كان بيدرب في جنوب افريقيا وكان عنده مشاكل، مشي بمشاكل كتيره من هناك. التقرير وصف مباراه السوبر بانها كانت مثيره. طيب دي الصحافه العربيه. هو ده له معنى يا استاذ ابراهيم. مهمه جدا. حجم الاهتمام بالدوري المصري وخصوصا هذا الديربي الاهلي والزمالك، وكيف لا وهما يمثلان يعني اهم الانديه الافريقيه. الأهلي هو نادي القرن وهو المتصدر بفارق بعيد جدا الذي يليه في الترتيب، وأيضا يعني شعبية الناديين، شعبية الناديين أيوة داخل وخارج مصر. عشان كده الكلمة اللي قالها المهندس عدلي في البداية خالص، ما ينفعش في التتويج والمراسم يكون مظهرنا ومنظرنا بالشكل ده، قد على قدر مكانتنا بره بتتفرج علينا والشعوب العربية والإعلام العربي مترقب وبيشوف لعيبته. بالمناسبة مروان محسن ألف سلامة عليه، الأشعة أثبتت حاجته للجراحة غدا.
بكره جراحه عاجله لمروان محسن في عظمه الوش هيغيب على اثرها 5 أسابيع عن الملاعب. نتمنى له العوده سليما يعني ان شاء الله. المؤمن المنصاب دي مش عايزه مناقشه. كل ما الراجل يرجع ويتالق يعني يعني التمريره بالدوران اللي عملها النهارده ده الناس كلها طالعه حاسه ان الراجل ده لا ده عنده كره عاليه قوي. لو كان كمل كان ممكن يعني. ألف سلامة مروان محسن، بكرة الجراحة والغياب عن الملاعب 5 أسابيع، إن شاء الله يرجع بألف سلامة. طيب الصحف المصرية بقى بعد السوبر، مهندس عدلي أشار لجزئية ولا حد اتكلم على انتهاك السلوك الرياضي، محدش انزعج ودي المصيبة بجد، محدش انزعج إنه في مبادئ رياضية بتخترق وتنتهك ومحدش متضايق، محدش زعلان، محدش علق خالص. هقرا لكم كل العناوين، محدش اشار لمبدا هز مصر سنه 28 هزها وافقد المنتخب واحد مش واحد اهم لاعب لدوره اولمبيه عشان النادي الاهلي اوقفه بسبب نفس السلوك اللي حصل يوم الجمعه والجرايد بتاعتنا ولا شافت حاجه. والدليل اهو الأهرام قال الأهلي بطل السوبر بجدارة، فاز على الزمالك 3-2 بعد مباراة مثيرة. وقال الشياطين الحمر يفوزون على الزمالك 3-2 في لقاء اللي خايف يروح. فايلر المفاجأة، تلعب برأس الذئب ميتشو وترك بصمته بثلاثية. المسا قالت إيه اللي حصل؟ الأهلي البطل. ماريو تاور 11 بعد الفوز على الزمالك 3-2. مجلة الأهلي أصدرت عددا خاصا لهذه المناسبة، الفرسان الحمر سوبر طول العمر، وحديث عن تفاصيل وكواليس ما حدث في السوبر. المسا قالت كالعادة الأهلي سوبر زيادة، الأحمر تقدم بالثلاثة والزمالك فشل في التعادل. أخبار الرياضة، الأهلي دايما سوبر، مؤمن صاحب الاحتفالية في برج العرب، فايلر نجح في تحدي أجاييه والثلاثية ضاعت بالأخطاء الدفاعية. الأخبار المسائي، الأهلي سوبر مصر، الأحمر يفوز على الزمالك بثلاثية في لقاء الإثارة والندية. وقالت الأخبار المسائي الأهلي فيرست كلاس. والخبراء قالوا فايلر نجح بامتياز وعلامات استفهام على ميتشو. اليوم السابع الأهلي سوبر. الأخبار الأهلي فرحة وحفلة والزمالك صمت وصدمة. ليلة السوبر حمراء وفايلر بيقول أحرزنا اللقب بجدارة. أيضا المسا قالت فايلر بيقول جمهور الاهلي يستحق الفرح. دي شفتوا حضراتكم، ما حدش اتكلم على الهرم المسائي. لو اخترت منشيت عجبني في كل دول، الاهلي سوبر فاز على الزمالك 3-2 وقدم 60 دقيقه للمتعه. اجاييه يهزم الونش بالسرعه والشحات يهز الشباك وفايلر تفوق على ميتشو في 5 معارك داخل الملعب، هو الاقرب الى توصيف ما حدث في المباراه. الاهلي يستحق، لعب كويس وكان حقه يكسب، بس كمان مع الاهلي ممنوع التاليف في التشكيل. ده مش راينا، ده راي ثعلب الزمالك ونجم الكره المصريه الكابتن حازم امام في تحليله لقناه اون سبورت. اعتقد من المهم جدا نسمع راي حازم امام بعد هزيمه الزمالك من الاهلي. حازم هارد لك في المباراه، الحقيقه ممتعه من جانب الفريقين. اكيد اكيد ممتعه، لان بعد ما كان الشوط الاول رايح للاهلي، اول شوط تاني رايح للاهلي، البلتين رجعوا الزمالك بشكل كويس جدا. الاهلي يستحق طبعا، لعب حوالي 65 دقيقه بشكل قوي جدا، جاب 3 جوان. اللعب اكتر كويس هو اللي كسب، يعني الاهلي لعب حوالي 65 دقيقه كويس، الزمالك لعب 25 دقيقه كويس تقريبا. لكن زي ما بقول لك ماتشات الاهلي تحديدا يا سيف، وانا قلت لك في بدايه الاستوديو لازم تعمل تشكيل كويس، البدايات مهمه جدا. انت لو خبطت جون بيبقى صعب انك ترجع تاني، وبتاخد من معنوياتك وبتاخد من ثقتك. الزمالك جوه البينتي دخل اللي خلاه مصطفى محمد هو اللي يجي، كان الامور تصعب على الزمالك جدا. فلازم يعني بلاش تاليف كتير في التشكيل، خليك دايما في الماتشات الاهلي تحديدا، الاهلي تحديدا ممكن تعمل المقصه المحله للاتحاد الاسماعيلي مغير ماشي، لكن الاهلي تحديدا الماتشات بتبقى صعبه، واللي بيجيب جول ممكن يفضل الماتش كله 1-0. فلازم تبتدي صح، لازم عندك راس حربه. بس فايلر برضو النهارده قال في حازم ومشيت مع الامور. بس اجاييه لعب راس حربه كتير قبل كده يا سيف، لكن انت ما لعبتش ليه؟ وبعدين هو النظريه انت خليت لعب زي ما قلت لك كله استحواذ. الزمالك الشوط الاول كله يا سيف ما فيش حد بيعدي ال 18، ما فيش حد بيخش ال 18، كل اللعب من بره ال 18.
المصطفى محمد جاب جون ازاي؟ خزجاي جاب جون ازاي؟ اتلعبت له في مساحه ثرو في مساحه ده ما اتعملش طول الشوط الاول، فراح راجل حط جسمه حتى الجون الثاني البينالتي هو برضه الاساس واخد برضه المساحه دي كلها من الجري، ان خد الكره هناك وقعد مع حسام عاشور لغايه لما حسام عاشور خدها منه، خلى الملعب يعمل ستريتشنج. انت الشوط الاول كله ما بتعملش ستريتشنج خالص، ما بتعملش سبرنت مع ياسر ولا مع متولي، انت على طول بتستلم في وشهم في ظهرهم، ده مريح للمدافع مش صعب. الصعب انك تلعب زي مصطفى محمد على طول عايز في مساحه بياخد بيجري، عشان كده الشوط الثاني الربع ساعه الاخيره الزمالك ضغط ليه؟ ان مصطفى محمد على طول بياخد من ورا الديفنس، ففاتح الديفنس ورا بيخلي فيه مساحات يستلم بقى بعد كده، هتلاقي بن شرقي بيستلم، هتلاقي اوباما بيستلم. فيعني انا شايف يعني كتغيير ده هو يمكن عمل فرق كبير، الاهلي يستحق، الاهلي ماتش حلو قوي قوي. اجاي واحد من احسن لعيبه النهارده، مهاجم كويس جدا، وانا بشوف دايما اجاي اتظلم على سارتي كتير جدا، لازم يلعب بشكل اكبر. فتحي واحد من احسن لعيبه، قلت لك قبل ماتش فتحي من رؤيتي ان فايلر يحطه اساسي الماتش اللي فات ده، بانه بيفهم كوره، ان فتحي لازم يلعب كوره. مبروك للاهلي، هارد لوك للزمالك، بحيي لعيبه الزمالك ان هم ما وقعوش خالص، رجعوا تاني ودخلوا الماتش وعملوا ماتش كويس او شوط تاني كويس نوعا ما. والاهلي طبعا مبروك عليهم، عملوا ماتش كويس قوي. طبعا الراجل فاهم كوره وبيتكلم، لكن سال سؤال، هو الزمالك سيطر ليه في اخر ربع ساعه؟ وجاوب على السؤال ده ربع اجابه، انه لخصها كلها في نزول مصطفى محمد، وانه هو كان بيعمل ستريتشنج وبسرعاته بيجري، فكان خالق مساحات جديده وسع بيها الملعب على دفاع الاهلي. ده جزء، بس اللي الناس كلها برضه يعني لازم يا اخوانا، لما قلبي الدفاع في النادي الاهلي يتعوروا ويلعب اتنين مش شغلتهم انهم قلبي دفاع، على الرغم من خبره هاني قبل كده محمد هاني، لكن مؤكد ان كان في تفريغ لنص الملعب. استاذ ابراهيم الشوط الاولاني سبب السيطره المطلقه الضغط اللي انت عامله، انت عامل ضغط على الزمالك في نص ملعبه، فانت انت المبادره، انت اللي بتبتدي، انت الفعل، وزمالك الرد فعل. اول ما جت الاصابه الثانيه واضطريت تتراجع بسحب الدينامو الجديد بتاعك اللي عمال يبهر الناس كل يوم حمدي فتحي، فخدته بقى هو الاستوبر بتاعك. معنى كده انك ابتديت تلعب تلت ملعب تقريبا، بتضغط من ورا زي ما عملت في يوم افريقيا، واصبحت بتعتمد على الهجمات المرتده اللي كان ممكن تجيب منها جون او اتنين برضه في اللحظات الاخيره. فانا اعتقد ان حتى لو نزول الكابتن مصطفى محمد من الشوط الاولاني في ظل تكامل فريق الاهلي، لا كان الاهلي هو اللي فايق، وكان الاهلي، لان هي الماتشات مش لعيب، في لعيب يديلك حلول، لكن الفرقه كلها ككل كانت متواجده، كانت صاحبه مبادره. بعد كده بعد الاصابات بقينا رد فعل. طيب بس كان في حاجه غريبه في الملعب، كانت غريبه على عماد متعب، هي ايه؟ نشوف. من الدقيقة 62 سيطر الزمالك على اللقاء. صعب جدا ان انت تكون مسيطر على المباراة بشكل جيد جدا لحد دقيقة 62 ومتقدم بثلاث اهداف والامور تتحول بالشكل ده، بالنسبة لي كانت غريبة جدا. نادي الزمالك قدر يرجع، مصطفى محمد اضافة لنادي الزمالك في نزول الملعب، عمل شكل هجومي بالنسبة لنادي الزمالك. نادي الاهلي الاصابات اللي حصلت والتغيرات اللي حصلت داخل الملعب بالنسبة للاثنين السردباكات، ده هو اللي كان ليه تأثير كبير جدا على النتيجة اللي ظهرت في الشوط الثاني. اتفق معنا الكابتن، او احنا اتفقنا مع الكابتن عماد متعب، لان اي حد كان عايز يحلل بشكل واقعي كان هيلاحظ الملاحظه دي، الانحصار والبدايه انك انت تسيب التلتين الملعب لنادي الزمالك كانت مع، وده كان لاسباب واقعيه، بس النتيجه كان ممكن توصل لاكتر من كده. ده راي زملكاوي كبير الكابتن ايمن يونس، نشوف. كابتن ايمن، يعني النهارده ميتشو برضو اتعامل مع المباراه بوجهات نظر وتاليف، علامه الاستفهام مصطفى محمد، كل ما ميتشو بينادي عليه بينزل ويؤدي ويتالق، المباراه اللي بعديها برضو ما بيبتديش. والله انت جاوبت يا سيف، هو الـ يعني السؤال في فكر ميتشو
انت بتفكر في اي ماتش ازاي؟ يعني انت لما بتدير اي مباراه، يعني حتى المباراه الاخيره في افريقيا اللي كان مغلوب 2-0 ونزل مصطفى محمد ورجع بقى 2-1، عارف ان الولد بيبقى له تاثير مباشر على شخصيه الفرقه. فهو فكره الراس الحربه بالنسبه له ان هو يختزلها في بن شرقي اللي هي مش بتاعته، ان هو الراجل بيلعب شادو سترايكر او بيجي من تحت راس الحربه او بيتحرك من اطراف الملعب عشان يحطه كده، سلم نفسه لدفاعات النادي الاهلي. وبصراحه انت كمان لما تتفرج على الاهداف اللي دخلت في الزمالك وبالذات الهدف الثاني اللي هو من الشناوي لحسين الشحات، وحسين الشحات يجيبها جون في الاخر بالطريقه دي، الجون ده يترجم لك ان لعيبه الزمالك كانوا فاقدين التركيز 45 دقيقه كامله، بره درجات التركيز والاستعداد للمباراه. الجون ده كوميدي، ان كره الشناوي يشوطها كده طويله كده عشان ده يرقص كده، مفيش تغطيه مفيش اي حاجه، عشان الكره ترجع يقوم عبد الشافي يتصرف فيها كده، تركيز زيرو، درجات تركيز معدومه من كل الفرقه. خط بالكامل بيخطا يا كابتن، كامل. خط بالكامل بيجي الفرقه كلها من اول لاعب لاخر لاعب، لما تشوف الكوره وطالعه ازاي والخطوط كلها بتتفتح، وحتى اللعيبه اللي مكمله هي لعيبه الاهلي، والاداء لعيبه الزمالك فاقدين التركيز. وبصراحه لعيبه الزمالك بس الهدف ده الحقيقه سببه محمد الشناوي. طبعا ما هو الشناوي اللاعب، لا اللي فكها حسين الشحات بالتصرف بتاعه. بص يا كابتن، بص يا كابتن، ما فيش فرقه في العالم يخش فيها جون بالسهوله دي. يعني الزمالك ليه انا بقول في الوقت ده كان فاقد تركيزه؟ وبصراحه يحسب ويشكر عليه لعيبه الزمالك ان هم عرفوا يرجعوا في مباراه زي دي. يعني مستحيل يا سيف ان انت تتغلب كده وترجع كده. المباراه كانت صعبه قوي بعد ما وصلت 3-0، كان صعب قوي انها ترجع تاني بصراحه. ودي بطوله من لعيب كتير في الزمالك، لان هم الاخر دقيقه كان قادرين ان هم يتعادلوا ويروحوا لضربات الجزاء، وممكن كانوا يخطفوا مباراه ما كانتش بتاعتهم. ميتشو ابتدى بفرقه دفع فاتوره 65 دقيقه انه فارق 3-0، وكان ممكن يوصل لاكتر من كده. اللعيبه نفسها توترت لان مش عارفه تتنقل ملعب الاهلي، مش بالضغط ولا بالهجوم على لعيبه الاهلي. يعني كده لازم كان فيه يبقى فن استحواذ، لازم كان فيه شيء من التناوب الهجومي سواء الناحيه اليمين او الناحيه الشمال. عبد الشافي هجوميا ما كانش موجود، اوناج ما كانش موجود خالص في المباراه، اوباما ظهوره كان محدود جدا في المباراه. النهارده حمدي النقاز مفتاح كبير قوي، فايلر عرف يلعب عليه يوقفه، بل بالعكس هو اللي حرر علي معلول وخبى شيكابالا. المباراه كان فيها صراعات مدربين على نقاط معينه. الزمالك افتقد بعض العناصر المهمه في تركيبته الهجوميه، فرجاني ساسي العمق بتاعه او الحركه الاماميه بتاعته كانت مقفوله، وما قدرش يزود من نفسه، ما قدرش يحرر نفسه، ما قدرش يروح من نص ملعب الاهلي بسهوله. ففايلر عمل مباراه جيده جدا من ناحيه قفل مفاتيح نادي الزمالك المهم. ولذلك احنا بنقول يعني بكل هذا التفوق للنادي الاهلي، وانا مش معاهم يعني، خلاص ما انا قلت رايي، ما فيش لعيب هيغير المنظر. لكن فعلا من الدقيقه 62 مع خروج ياسر ابراهيم، فاعتقد ان الدنيا اتغيرت تكتيكيا عندنا، لان استتبعها تغيير في انت لو عندك سرد، لو عندك سرد باك او سوبر بره كنت هتفضل محتفظ بحمدي فتحي بنفس شكلك واستراتيجيتك في اللعب. صحيح. لكن انت خدت اهم لاعب في خط الوسط، رجعت ورا من ناحيه دفاعيه، انا بتكلم من ناحيه دفاعيه، لان لعيبه الاهلي كلها دلوقتي الحقيقه ادوارها رائعه في خط الوسط. لكن ده من ناحيه دفاعيه اصبح هو الراجل المؤثر جدا بحيويته ونشاطه وسنه وحماسه، فكمان رجعت كل الطاقه دي جوه 18 عندنا، فتسببت هذه الطاقه في ضربه جزاء عليك. ولولا ضربه الجزاء دي برضه الناس كانت هتتكلم 3-1 وجون شرفي، وما كانش هيتكلموا بقى على الانقلاب اللي حصل في المباراه. طيب في واحد عرف دلوقتي مين هو النادي الاهلي. نشوف الشيخ طه حدده بهو مين، والف سلامه على الشيخ طه بعد الجراحه اللي اجريت ليه، بنقول له الف الف سلامه. الحمد لله على سلامتك يا شيخنا. ورجع يمتعنا بتحليلاته الخبيره. نشوف الشيخ طه. انا بشيد بالمدرب على اساس ان هو نمره واحد نجح في ان هو في هذه المباراه انه يقدر يلعب ضد نادي الزمالك اللي هو الاقوى في الموسم او في الفرق المصريه اللي موجوده. وقبل المباراه يمكن كان في ناس كتيره مرشحه نادي الزمالك على اعتبار ان هو كسب
كاس وعمل مباراه كبيره في مباراه الكاس وهو اول مره يلعب. انا شايف انه نجاح كبير. الفوز في هذه المباراه هينفع يعني هيفيد وياه فايده كبيره جدا. نمره واحد في بدايه الموسم خد ثقه كبيره ان هو كسب بطوله قدام جمهور النادي الاهلي. نمره اثنين هو حس الان النادي الاهلي ده ايه. يمكن هو كان جاي وشعر النادي الاهلي تاريخ، لكن النادي الاهلي مثلا منهار او كذا بدليل ان احنا جايبينه ماشيين المدرب الاخر. انما كونه شاف النادي الاهلي لعب بهذا الشكل، ما هو انا مش عايز اعزل اللعب بهذا الشكل ليه هو بس، لكن للعيبه ايضا طبعا. فكون شاف اللعيبه بيلعبوا بهذا الشكل والجماهير ديت ايقن تماما وضعه ايه مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي بالنسبه له ده حاجه كبيره جدا ان هو يبقى مدرب للنادي الاهلي. نمره اثنين بدايه موفقه بالنسبه له بالنسبه للنادي الاهلي لبدايه الدوري ان هو يفوز في هذه المباراه، ياخد ثقه الجماهير كانت نقطه مهمه جدا لان الناس مش عارفاه. لعب في افريقيا وكسب ب 2-0 لكن ما حدش شاف المباراه، لكن النهارده كسب الزمالك فدي حقق وادى اداء لمده 60 دقيقه من احسن ما يمكن. فدي برده هتديله يعني كريدت كبير جدا وثقه كبيره جدا لدى جماهير النادي الاهلي اللي هتحبه وهتديله ثقه وتديله المعنويه والتشجيع صح. فدي كويسه بالنسبه له وبالنسبه للنادي الاهلي بدايه جيده للدوري العام، و على الاقل هو يمكن شال بعض الغموم اللي كانت موجهه اليه ان هو مدرب خليل السي في ضعيف، خليل السي في ضعيف ما كسبش ما اعرفش ايه الكلام ده. واحنا اتكلمنا في الكلام ده قلنا يعني العمليه ديت مش هي دي الاساس. ممكن النهارده في ناس كسبت بطولات بس الفرق اللي هي معاها هي بتكسب من غيرها حتى، لكن كون ان هو يحط لنفسه مكانه ويقف في الكام مباراه الوديه اللي لعبهم او الافريقيه الخفيفه ديت ثم بعد ذلك في هذه المباراة ويخطط لها التخطيط الجيد ويراهن على أجاييه كراس حربة بالرغم من كل الناس متوقعة أن أجاييه ممكن يلعب على الطرف ويبقى أو تحت راس الحربة ويبقى موجود مثلا أي حد من صلاح محسن أو مروان محسن يراهن على دي بشكل كويس. الحاجة الثانية يمكن هو الحاجة الوحيدة اللي هو عايز يشتغل عليها الآن، مشكلته الآن سنتر باكس. هو كان النادي الأهلي عنده شورتج فيها، شورتج يعني نقص، بدليل الاثنين اللي لعبوا النهارده براء هتلاقي ربيعه مصاب وهتلاقي سعد سمير مصاب وهتلاقي ايمن اشرف موقوف. يعني ادي ثلاث لاعبين ممكن كانوا يبقوا عمق للاثنين اللي موجودين النهارده اللي بيلعبوا. ولذلك النهارده من ضمن الحاجات اللي هزت النادي الاهلي اصابه الاثنين وخروجهم، ابتديت تنزل بدالهم ناس تدخل، لا حمدي فتحي يلعب سيرد باك، احمد محمد هاني ايضا لعب سيرد باك، يعني اثنين مش في اماكنهم. صحيح هاني لعب قبل كده بس هاني لما بيلعب مع واحد تاني يكون برضه سنتر باك معاه، الاثنين كويسين. فطبعا انا بقول ان المباراه دي فاتحه خير ليه هو وللنادي الاهلي بشكل كبير جدا وثقه كبيره جدا للنادي الاهلي بدايه الموسم ياسس عليها، وهو كمدرب هياخد خد خبرات من هذه المباراه سواء خبرات ناجحه او بعض الافكار اللي جايز ما كانتش جيده في بعض التغييرات اللي عملها نتيجه للنقص اللعيبه اللي موجوده عنده. انما في العموم هو خد خبره رائعه جدا ونجح في هذه المباراه نجاح كبير جدا. طبعا شيخنا الشيخ طه واستاذنا كان مركز ازاي فايلر يحلل فايلر، لكن انا يعني قلت لك من شويه ان في الماتش الافريقي وحتى النهارده الناس متضايقه من ارجاع الكره كتير، بس ليها هدف انها توسع المسافات بالظبط. الاجابه لما تشوف الجون الثاني اللي جبناه لو تقدر تزعقوا لنا يا شوارب وانا بتكلم بتاع الشناوي اللي شاطها وبعدين تلقفها، هي اصلا كوره مرجعينها احنا من نص الملعب للشناوي. فعشان للشناوي ولا للشوارب؟ لا ما هو شوارب مش معايا واخد بالك. احنا بنرجع كوره مش علشان مضغوطين، ده انت مرجع كوره الكوره دي اتعملت النهارده مرتين وانت ما معكش حد بترجع كوره لورا، تبدا من عند الشناوي عشان يحصل تفضي الملعب شويه وتقدر تلاقي مساحات، وده اللي حصل في الجون ده. طبعا دي مش يعني بنقول سر اهو. بص الكره راجعه منين، رجعت لمنين في الملعب. فخطوط الزمالك تقدمت بقى في مساحه استطعنا نستفيد منها بذكاء هائل ومهاره متكرره يعني عملها قبل كده بيراميد، بس من الناحيه الثانيه جزء من التكتيك مش مجرد ناس بتضيع وقت بترجع الكره لورا، لا ليها سبب.
ولو انها بتضايقني انا ما بحبهاش. بس ديك عرفت ان هي ما هو ليه سبب، بس ببقى خايف انه يغلط خايف. طيب يعني راي الشيخ طه رئيس لجنه التخطيط ومتابعه الكره في النادي الاهلي امر طبيعي جدا انه نسمع منه كل هذا الثناء وكل هذا التقدير بموضوعيه شديده كمان في حق الاهلي وفايلر، لكن ما هو اتقل اتنين في تاريخ كره القدم في نادي الزمالك. احنا شفنا كابتن حازم امام وشفنا كابتن ايمن يونس، بس اتقل اتنين كرموز كوره في نادي الزمالك الكابتن حسن شحاته والكابتن فاروق جعفر. فنشوف راي الكابتن حسن شحاته في قناه تايم سبورت ليه فاز الاهلي ولعب بهذا الشكل. هل النهارده شخصيه الاهلي هي اللي فازت؟ يعني بعيدا عن الفنيات، لانه زي ما قلنا انه ممكن يبقى الاهلي لعب جزء احسن من الزمالك والزمالك رجع، لكن هل شخصيه الاهلي هي النهارده كانت السبب الرئيسي في فوزه؟ هي شخصيه الاهلي كانت ممكن تكون سبب رئيسي في 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 شوط واحد. في شوط واحد لان هم شافوا حاله لعيبه الزمالك مش هي على نفس حالتهم اللي هي في الماتشات التانيه، وبناء عليها زي ما قلت لك بيلعبوا على الناحيه المعنويه والناحيه النفسيه قبل ما يبداوا على الناحيه الفنيه والبدنيه. فالنهارده كان لعيبه الاهلي بتلعب نفسيا في الشوط الاول مع الزمالك، وبالتالي لعيبه الزمالك ما ادتش الدور اللي عليها عشان تقدر تقلل من الهجمات الكتيره. يعني لما تيجي تبص هتلاقي انا هنا هجمات، هنا يعني في ثلاث هجمات ثمان هجمات كتير كتيره جدا جدا جدا، وكويس ان هم جم من خلالهم جونين بس الشوط الاول. الشوط الثاني جابوا الجون ده وبعد كده رجع الزمالك. رجع امتى الزمالك؟ مش هقول لك بقى بشخصيه الزمالك، لا رجع الزمالك بقى شخصيته بعد ضربه الجزاء. يعني بعد ما ضربه الجزاء وجابوا اللعيبه نفسها حست ان حست يعني ممكن انه ممكن احنا لسه وقت طويل قدامنا نص ساعه وقت طويل ان احنا نقدر نجيب جون تاني ونجيب جون تاني. جابوا الجون التاني نفسيتهم بقت احسن طبعا، اللي من خلالها بقت الاهلي فرقه كمان بتعلى وفرقه معنويا بتقل. درجة الفرقة اللي بتقل دي هي ما قلتش عشان هي بدنيا، لا ده هو الحالة المعنوية اللي جات لهم وهم كسبانين، وجه الجون التاني بتاع الزمالك خلاهم يجي لهم كرامبات كتير، في قلق يعني طبعا. يجي لهم كرامبات كتير، يجي لهم شد واصابات وبتاع، وبالتالي الزمالك سيطر بشكل كبير جدا. فاذا النهارده الناحيه ما بتبقاش فنيه وبدنيه بس، لا لازم تضيف ليها الناحيه المعنويه والشخصيه اللي حضرتك بتتكلم عليها. يعني النهارده مدرب الزمالك هو فكر في تكتيك معين. حلو. ايه هو التكتيك المعين؟ ان انا ما العبش براس حربه صريح، انا هلعب بلعيب كوره اربعه على اساس الاربعه دول ممكن على الاقل يطلع منهم ثلاثة يهاجموا في أي كورة، وخاصة الطرفين ممكن، ويبقى واحد اللي هو يبقى جاي من تحت وفي واحد جاي من تحت، يعني هيبقى عنده بينه وبين نفسه المدرب لا أنا عندي كده، وفي نفس الوقت أنا بحمي مرمى بتاعي ما بيجيش فيا. لكن ما بيفكرش حضرتك تقصد او ما بيركزش في قصه الشخصيه بتاعه اللعيب ده مناسب اصلا الاجواء بتاعه الماتش ده ولا لا، ولا لا هيختلف عن الماتش اللي فات ولا لا. هم لسه ما شافوش الاجواء بتاعه الزمالك او الزملكاويه واجواء الاهلاويه في حاله الفوز وفي حاله الخساره، ما شافوش الحاجات دي، لكن لما يقعدوا شويه هيعرفوا ان الناحيه المعنويه ليها دور كبير. مهمه جدا صح. اهم ما 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 قيل وعايز انا ابرزه انه قال كويس ان هي ما زادتش عن اتنين في الشوط الاولاني، لان واقع الحال حتى وهو بيتكلم كابتن حسن الفرص اللي ضاعت من الاهلي السهله جدا واسهلها كوره جوني اجايل نكشها والجون فاضي لحسين الشحات. ف يعني طيب ده راي كابتن حسن شحات. راي كابتن فاروق جعفر مين نجوم المباراه ولماذا تفوق الأهلي بالشكل الكاسح ده؟ أنا هكلمك من ناحية فنية بحتة. أيوه. الزمالك لعب الشوط الأول من غير مهاجم. وكان طارق حامد وساسي من بداية المباراة، وتغيير محمد عبد الغني ده أثر على أداء نادي الزمالك، يعني طارق حامد وساسي كانوا ساقطين قدام المدافعين وسايبين نص الملعب النادي الأهلي من نص الملعب بدأ يسوء المباراة. لو احنا شفنا احمد فتحي ناحيه اليمين ومعلول ناحيه الشمال، ولقينا فتحي موجود وناحيه اسف
في نص ملعب النادي الاهلي عمرو السوليه وحمدي فتحي، دول كانوا هجوم المباراه. بجانب اجايه كان النهارده انت اللي اديته المساحه واديته الفرصه ان هو عمل كل حاجه، لدرجه ان هو كان بيباصي في صدره كرة ما بتبقى عاليه طايره بيحط كره في صدره ويسلمها لبيبي، ما فيش ضغط عليه. طريقه اللعب اللي الزمالك لعب بيها النهارده ما كانتش ملائمه خالص الا بعد الشوطين. انا بقول انا في عامل ثالث دخل في او عامل ثاني دخل غير طريقه اللعب. ان طريقه اللعب الراجل مقتنع بيها لا ما تناسبش مباراه الاهلي والزمالك. انا شفت النهارده النادي الاهلي بيلعب من افضل الاشواط، الشوط الاول لعب شوط ما فيش احسن من كده ولا اروع من كده وجاب هدفين من اخطاء. وانا امبارح كان كل اللي بيسالني قلت له مباراه الاهلي والزمالك دي مباراه اخطاء، حتى ضربتين الجزاء اخطاء، عبد الشافي اخطاء، حمدي النقاز خطا، كل الكوره العرف بتاع الكوره مباراه الاهلي والزمالك خصوصا مباراه الاهلي والزمالك من الضغط. اجماع عن الاسباب، ولكن نشوف الاستاذ حسن مستكاوي كان رايه ايه برضه. ان فايلر عمل مناوره كويسه جدا قدام ميتشو وقدر يخدعه بيها، عمل تريكه في كذا تريكه يعني طبعا، بس من هو يعني مفاتيح هجمات النادي الاهلي دايما كلها من علي معلول ورمضان صبحي، مفاتيح الهجمات بمعنى الهجوم يعني جبهه هجوميه حقيقيه وشرسه جدا. يعني هذه الجبهه نصها هو اللي اشتغل شويه بس معظم الوقت برضه بتدافع بتعطل شيكابالا وحمدي النجاز. اللي اشتغل هجوميا الجبهه اليمين بتاعت النادي الاهلي مش الجبهه الشمال، بدليل ان كل الكرات العرضيه اللي كانت رائعه جدا من احمد فتحي، يعني احمد فتحي من نجوم المباراه صحيح، لان اداؤه على مدى الساعه هجوميا صحيح كان مؤثر جدا في فوز الاهلي. وبعدين عمل ضغط كمان باستمرار لان كان فايلر عنده تصور ان عبد الشافي مش هيهاجم يعني هيبقى مدافع، فده ادى اعطى فتحي حريه انطلاق للامام ويعمل جبهه هجوميه، بينما الناحيه الشمال ما اشتغلتش زي ما كما كان يظن ميتشو. انا شايف ان دي تركه من فايلر يعني. صحيح. طيب انا كنت عايز دي مش احكام بس عشان يعني عشان ما حدش يعرف ايه يقول لك بعد شويه انت قلت مش عارف انت قلت فايلر احسن من ميتشو. انا ما قلتش كده. انا بقول في الماتش ده تركه اتعملت كما اظن. هو ما قاليش طبعا. طبعا انا قريتها. قرات ان الراجل عمل التركه دي صحيح، ممكن انا اكون خطا صحيح، لكن احساسي انا اللي يشوف الماتش تاني هيلاقي التركه دي موجوده في الملعب يعني. طيب عايزين نشوف برضو الكابتن عصام عبد المنعم ورايه في هذه المباراه. انا متفائل بفايلر جدا وشايف انه يعني ارى الفرقه بشكل سريع واعتقد انه يعني أداؤه هيتحسن أكتر في الفترات اللي جاية، فأنا متفائل بيها. ميتشو دي صبر، هل الاثنين ينافسوا مع فايلر على القمة ولا ممكن يحصل السنة دي اختلافات على المتنافسين على قمة الدوري؟ فايلر سابقهم شوية. فايلر يسبق دي صبر وميتشو. بالسكواد الخاص بيه ولا؟ بالخلطة. كلها. بالخلطة كلها يعني كمان بقدرته هو على توظيف العناصر اللي عنده. خدنا على طول وش كابتن عصام، انا متفائل بفايلر بعد ما شاف هذا الكلام، ولكن كنا اتكلمنا يا استاذ ابراهيم هو احنا ليه ما بتحسب لناش ضربات جزاء يا استاذ ابراهيم؟ يعني ضربه جزاء ولا اوضح، يا ريت نشوف كابتن الشناوي مع هذا التحليل. ولعبها طبعا للعيب وخلاص. هنا بقى يعني انا عايز اقول اللعبه دي تحديدا الحكم يعني عايز اقول من يعني سبحان الله أسوأ تمركز لي، الى جانب انها لعبه في زحمه وحاجات من دي كلها، الحاجات دي يا كابتن يعني انا عايز اقول الفار خلاص اذا اردت ان يعني ان تقلل وتبعد الاخطاء التحكيميه المؤثره عن المباريات، فما عندكش غير وسيلتين، يا الحكم الاضافي يا انك تستخدم الفار. فطبعا الحاله دي انا بعتقد انها من الصعوبه
على الحكم ان يشوفه يقدر يحددها بعيد الى جانب، فيه الاول زي ما انتم شايفين فيه ماسكه اهي، وبعدين ايه في دفعه ثانيه جابت لاعب حسين الشحات من طارق حامد. طبعا دي كره القدم وده وارد، لكن لما يكون في فار او حكم اضافي ممكن كان يساعده في حاجه زي كده، لكن ده طبعا خطا واضح. نيجي هنا بقى هدف الاهلي الثالث، الخطا واضح جدا، لكن شوف الحكم الرؤيه مش عنده، هتشوف اللعبه يعني من زاويه ثانيه، من زاويه ثانيه بقى، مش دي الزاويه اللي هي من الخلفيه من ورا الجون اهي. بص واضح جدا الدفع، واضح جدا لشيكابالا، واضح جدا ان في دفع، وبالتالي اللعيب فقد توازنه، اللعيب بيدفعه عشان خاطر يبعده عن الكره وياخد الكره، خاصه ان الكره كانت مع شيكابالا. رمضان صبحي عنده فرصه في لعب الكره، لكن الخطا موجود، وهنا الحكم طبعا ما عندوش لا رؤيه ما عندوش قرب. مثل هذه الاخطاء يا كباتن لو جت هدف في الفار يقول له ارجع للعبه من اولها، اتفضل شوف، ما يقولوش يقول له في خطا روح شوفه الاول قبل ما تحتسب، هيرجع للخطا هيشوف الخطا يرجع الكوره ويلغي الهدف ويستأنف. لكن طبعا هي طبعا مساله الفار ومساله يعني بقت خلاص يعني بقى واقع لابد ان احنا نتعامل معاه ونؤمن بيه عشان نقدر نقلل او نبعد الاخطاء التحكيميه عن المباريات. طيب اذا راي كابتن الشناوي الاهلي له ضربه جزاء صحيحه وواضحه لحسين الشحات، وشايف انه الالتحام اللي كان بين رمضان وشيكابالا يبقى فاول لصالح شيكابالا. طب الكابتن الشناوي في المباراه ما شافش العكس؟ ما شافش ان نفس الدفعه دي شيكابالا دفع على رمضان صبحي، وان احنا مش عايزين ناخد بالنا ان هي دي شخصيه الحكم الفنيه، ده الحكم الاوروبي الطبطبه، وانا ما جاتش على اهي. طيب اهي تخيل الدفعه دي يا كابتن شناوي ما اتحسبتش، دي شخصية حكم كانت هيتحسب اهي، هتتعاد لك تاني رغم انها مش احتكاك طبيعي. بص اهي طيب لو شيكابالا خدها وصنع فرصه وجاب جون كنا هنقول ان ديت نبتت من سحت يعني ولا ايه؟ اهي هو انت يعني عمال تجيب لنا اخطاء تحكيميه واحداث وتعليل، مفيش حاجه للاستاذ عمرو اديب، معقوله الماتش ده عمرو اديب ملوش حاجه؟ انت غالي والطلب رخيص يعني والطلب غالي برضه الحقيقه، لانه راي الاستاذ عمرو اديب في مثل هذه الظروف بيبقى برضه له نكهته. لا عايزين نشوف. انا يعني كالعاده شربناها ساده، طبعا كان النتيجه هتبقى فضيحه، وكان الاهلاويه هيشتغلوا علينا 3-0 بقى والرابع جاي، وناس قال لك بيبو وبشير ومش يعني، كان في وسط الماتش بيجي لي حاجات عامله كده. ورايي ان حسين الشحات جاب ثمنه في الماتشين بتوع الزمالك اللي لعبهم، يعني ال 150 مليون جنيه اللي اتدفعوا في حسين الشحات جم في ماتشات الاهلي والزمالك. مدرب الاهلي لعب باللعيبه الصح، واضح جدا ان هو لعب باللعيبه زي ما شافهم في التدريب. يعني ايه؟ يعني مش مثلا قالوا له اصل فلان ده كويس نجيبه، اصل فلان ده كان بيبقى حلو، لا، الراجل اتفرج على ان الناس زي ما جاب اجايه والناس دي كلها اتفرج عليهم الكويس لعبه. بصراحه وبكل صراحه موقف الزمالك بتاع فكره ان هو ما ياخدوش الميداليات ويخشوا اوضه اللبس ويرفضوا ياخدوا الميداليات، هو انا وانا زملكاوي هو موقف غير رياضي. يعني في كل الاحوال مبروك للاهلي، في كل الاحوال الاهلي لعب احسن، في كل الاحوال الاهلي كان منظم اكتر، في كل الاحوال روح الفانيلا الحمراء كانت باينه، في كل الاحوال احنا ما لعبناش الشوط الاول بنكله، في كل الاحوال مليون حاجه. الاهلي مع المدرب ده واقف على رجليه، والزمالك مع المدرب ده بيرتعش على رجليه. يعني واضح جدا في فرق كبير جدا. الشحات جايب جون حلو، يعني من اول ما ترجع له تاني وتروح وتيجي هو مهاره غير طبيعيه، ابتدى يلعب. يعني الاهلي صبر على الشحات سنه على ما ابتدى يلعب. مبروك للنادي الاهلي ضد السلوك اللي حصل، ضد ان احنا ما نديش الناس ان الناس ما تقفش تاخد ميدالياتها. وعلى فكره دي مش اول مره، دي مش اول مره الكلام ده يجرى، لازم اتحاد الكوره
وعمر الجنايني ولجنة النظام تاخد موقف من الحكاية دي. وما ينفعش الكلام ده، يجب احترام البطولة، يجب احترام المنافس، يجب احترام المكسب والهزيمة. احنا جايبين مدرب، جايبين حكم من بره، هنعمل ايه يعني؟ يعني الحكم كمان موالس مع الاهلي؟ خلاص الحكم شايف كده أو رأى ومدي الزمالك اتنين بينالتي، هيعمل ايه تاني؟ يعني انا لو جبت لكم الكلام ده من 20 سنة نفس النواح ده ونفس الكلام اللي انا بقوله ده هو هو. ماتشات اهلي وزمالك، سوبر، ضياع كاس، ضياع دوري، هو هو موجود، هو هو. لكن للاسف سنظله اوبيا. ربنا ما يحرمنا من طلتك والله يا استاذ عمرو. يعني حتى في تحليله في سخريه لكن في واقعيه، قال كل حاجه. بس والنبي حرام عليك تعمل لنا الدولار ب 30 جنيه يا استاذ عمرو. 5 مليون جنيه ما يبقوش عمرهم ما يبقوا 5 مليون دولار، ما يبقوش 150 مليون جنيه. الاصرار على كده. وبعدين احنا ما استحملناش الكابتن حسين الشحات لمده سنه، لان هو جاي، هو الراجل جه في يناير يعني، ويعني استحملنا شهرين يا سيدي، انما سنه لا كتير. لكن في كل الاحوال هو قاعد يقول في كل الاحوال، في كل الاحوال، في كل الاحوال احنا بنستمتع بتحليلك عندما يفوز. وفي كل الاحوال الف مبروك للاهلي، هذه البدايه المبشره جدا، لكن مزيد من الانضباط، مزيد من الالتزام، مزيد من الوعي من قبل الجماهير. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا. وعلى خير نلتقي في 11 مساء الخميس القادم ان شاء الله، ودايما وابدا جمهوره ده حماه.